على سلامتك. باين البيت على حاله. شو الظاهر ما كنت قاعد فيه؟ اي معك حق، انا كنت بالمرسى مشغول كثير بالمعرض. على فكره المعرض لساته مفتوح فيك تزوره. يعني ان شاء الله بدي زوره. شبك انت كانك مالك على بعضك؟ لا ابدا، بس امبارح ما نمت منيح، كنت قلقان. بكل احوال انا موعد جاك بالمعرض، مضطر اروح لعنده. بس اليوم المساء انا راجع، بدنا نتعشى سوا. ما تساوي شيء ابدا، ها رح اجيب اكل معي. اوكي يلا، الحمد لله على سلامتك.